فنان هاني عادل كتب للأسف الراب في مصر كل الكلمات رايحة في سكة أنا أجمد منك، أنا بعرف بنات أحسن منك، أنا حسابي في البنك مليان فلوس، أنا بعرف أجمد واحدة، أنا 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 حصل. يعني دي حاجة أصلاً مضايقاني حالياً، هو معاه حق 100%. لأن إحنا زمان في 2017 و18 المجال بتاعنا كانش فيه فلوس وما كانش فيه نجاح، كان مجال صغير. وقتها كان الكلام خيالي، يعني كنت بقول لك أنا مش عارف، أنا في مطعم صيني مع الإمبراطور، مع بقول حاجات من وحي الخيال تماماً. لما ابتدى يبقى فيه نجاح أكتر في المجال فالكلام ابتدى يبقى في الواقع، اللي هو أنا دلوقتي مش عارف فين. أنا من أكتر الناس اللي قالت اللي هو بيقوله ده، قلت أنا مش عارف هبهدلك، وقلت أنا معايا فلوس، وقلت أنا معايا مش عارف إيه. إن أنا لما جيت قلت الكلام ده أنا قلته عشان هو واقع، فاهمة؟ بعدين أنا بشوف إن الراب أنا بقول لك كلام ثقة في نفسي. ساعات أنت ممكن تقعدي مثلاً مع واحدة صاحبتك فهي تبقى في مود ثقة فتقول لك بقول لك إيه يا بنت أنا أصلاً مش عارف إيه وعملت لهم كذا وأنا أجمل، يعني تتقبلي منها المود ده إن هي أوكي هي دلوقتي بتقول لي كلام ثقة. ساعات بتقوله لنفسك، ساعات فاهمة بتبقى في المود ده، ممكن هو على فكرة يا جماعة أنا كذا بتقلب. فالراب هو إن أنا ببيع لك دي في شكل أغنية أنت تسمعها، لو حفظتها وغنيت معايا وقلت مفيش شبهي في بلدك مش عارف ايه، انت بتبقى انت اللي مفيش شبهك في بلدك في الوقت ده. فهي بتبقى انت بتاخد الثقه اللي انا بديها لك جوه الاغنيه، فاهمه؟ بس بعدين دلوقتي بقى فيه اللي هو حافظ مش فاهم. يعني واحد جاي بيكتب الموضوع لان المجال اتاسس، احنا مش زي في 2018 اللي انت بحريتك وشوف انت عايز مش لسه حاجه طالعه جديد ولسه انت بتشوف مش اوكي الناس بتقول كذا خلاص انا هطلع اقول كذا. يعني بقى انا انت بتسمع ناس بتقول انا معايا فلوس وحسابي مليان وهو الفيوز بتاعته لسه قليله، يعني هو مثلا جاب 10,000 فيو، انت معلم معاكش اللي انت بتقول عليه ده. طب ما تتكلم عن ان انت في معاناه دلوقتي وبتعلى، ده اجمد اصلا ما تقول اللي هو اوف انا معيش فلوس بس انا براب احسن منهم. هصدقك وهبقى معايا فلوس اكتر منهم مثلا، يعني قول لي حاجه حقيقيه، فاهمه؟ فانا برضو مليت شويه من الموضوع اللي هو انا اجمد وبتاع. يا عم حتى لو انت اجمد قولها لي بشكل فيه ابداع، يعني ابهرني، فاهمه؟ اديني تشبيه جامد، قولها لي في جمله كده تصدمني. بس الناس بقت فعلا في تكرار في الراب، وللاسف الموضوع مقلل المشاهدات اصلا على المجال. يعني المجال بتاعنا من سنتين او 3 سنين كان في العين كانت عليه، كان في تركيز اللي هو اوفر مين بيعمل ايه مش عارف. دلوقتي بقى في ملل لان انت الناس انصرفت عنه شويه، الحته السبيشال بتاعتك ضاعت. انت ليك سبيشال انك لسه جديد، طيب راحت هتعمل ايه بقى؟ لازم تبهرني بجد. لا ده مستوى الكتابه قل شويه. انا عن نفسي دلوقتي بسمع الراب بتاع 2018 و19 في مصر عشان اسمع كتابه حلوه واسمع كده افكار فيها ابداع اكتر. لما بسمع اللي هو اللي بيحصل اليومين دول بحس ان قدرتي على الكتابه بتقل، اللي هو ببقى في نفس المستوى بتاع دلوقتي اللي هو انا جامد وانا جيت لك وانا قطعتك وانا وديتك وانا مش عارف ايه، من غير حتى الطريقه اللي هو قالها بيها ما تبهرني او تعمل لي ما تعجبني كده، اللي هو ايه ده انت، لا انت ابهرتني في طريقه الجمله دي مثلا، ما بقاش في الحته دي. فانا موافق معاه ونفسي الصراحه الناس ترجع تكتب، يعني نفسي الناس ترجع تكتب حاجه حقيقيه مش اللي الناس عايزه تسمعه.